السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن تنظيف مصفة الزيت بتاع المكنة البنيل الكتينة اللي بدون منافلة. طبعا المكنة البنيل اللي بدون منافلة المصفة بتاعتها بتبقى تحت ويبقى لها فلتر زيت فوق في قلب الماتور في قلب وش الزيت. طبعا الفلتر المصفة الزيت هنا بتبقى عليها غطا زي ما احنا شايفين كده، رابط بتلات مسامير اللي بيبقى رابط في الطبة. طبعا بنحل الطبة وبنصفي الزيت وبنيجي نجيب بيبة 8 ونحل التلات مسامير عشان نطلع المصفة ننضفها. طبعا المصفى دي بتنضف الشوائب اللي هي بتبقى في الزيت، زي مثلا بقايا السيليكون بتاع تقفيل الموتور، اي روايش، اي حاجه، حاجات باينه يعني، حاجات تتمسك باليد المصفى بتحش هنا. لكن الفلتر بينضف، فلتر اللي هو فلتر الزيت بينضف الالياف اللي هي بتبقى في الزيت، يعني الزيت لما بيتوسخ او بياخد الدوره بتاعته بيعمل زي تليف كده الياف بينضفها. لكن المصفى هتنضف الشوائب اللي هي الشوائب العينيه اللي هي تتشاف بالعين، لكن الفلتر بينضف الشوائب اللي ما تتشافش بالعين. طبعا انا هحل الثلاث مسامير دول وانتوا معانا كده. انا بحل التلات مسامير اهو. طبعا الطبه لو مفوته في المكنه البنيل القطعه دي بتتباع بحلها، يعني الطبه لو الالومنيا هنا مفوته وسن الطبه سليم بتروح تجيب القطعه دي بالطبه. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت انا حليت التلات مسامير. طبعا زي ما انتم شايفين اهيت دي روايش اهيت تبان بالعين يعني تعرف تمسكها، لكن الروايش اللي هي بتعدي من المصفى اللي ما تتمسكش، يعني في يعتبر الياف او رواسب الزيت بتعدي من المصفى من هنا. ايه اللي بينضفها؟ الفلتر. طبعا انا هتكلم في الحوار ده في حلقه على الفلتر وانا بغير الفلتر، يعني انا هغير الفلتر برضو دلوقتي بعد ما انضف المصفى، بس هعمله فيديو تاني عشان ما اطولش الفيديو، لان في ناس كتير بتشتكي من ان انا بطول الفيديو، بس انا غصب عني انا بعمل كده عشان اوصل المعلومه صح. في مسمارين تاني انا حليت مكان الطبه ده بثلاث مسامير، في مسمارين تاني بقى جوه ماسكين المصفى، يعني انا دي واحده شايفين المصفى من جوه لما ايه. طبعا دي كلها رواسب بتمنع تدفق الزيت، بتقلل عزم طرمبة الزيت في شفط الزيت، يعني الزيت بيبقى هنا كده في ارضية الماتور والمصفى دي بتبقى فوق الماسورة بتاع طرمبة الزيت اللي هي بتشفط عشان تضغط زيت للراس فوق ولطقم الفتيس وللحدافة. طبعا دي بتقلل الضغط ان هي تشفط، بتسد الطريق للزيت ان هو يخش على الترمبة. طبعا انا هحل واوريكم. بيبقوا مسمارين 8 اهوت، مسمار تحت ومسمار فوق. زي ما احنا شايفين مسمار بوردة. طبعا تبقى مجهز جنب منك فوطة نظيفة بحيث ان انت تنزل عليها الحاجة اللي انت هتحلها،
وتجهز جنبك بنزين او كمبروسر هواء عشان ينضف الحاجات دي. شايفين دي كلها بتبقى بقايا سيليكون من الصناعية اللي بتقفل المواتير، بتبقى حاطة سيليكون بزيادة وروايش، لعل مثلا الموتور كان فارض بلي قبل كده في مشكلة، بتبقى ده كله من رواسب الزيت. طبعا ده بيقلل شفط الزيت اللي داخل الترومبة، زي حاجة تسد الزيت اللي داخل الترومبة. طبعا بيقلل وصول الزيت للراس فوق، لان الترومبة بتشد على اخر مفازمها وهنا مسدود، فهي بتحاول تشد على اخر مفازمها وبرده مش جايبة الضغط المظبوط لان ده سادت خلاص. طبعا ده كله هيتغسل ويتنضف بالهواء، عشان بس ما اطولش عليكم وانا بغسل والكلام من ده. وبنضف هنا برضو، يعني هنا كده بمسح مسحة لعل وعسى يكون في حاجة ما تخشش على الترومبة. وأوريكم برضو ماسورة الترومبة بتاعت دي، الماسورة بتاعت ترومبة الزيت دي اللي بتروح للناحية التانية لترومبة الزيت عشان تشفط. طبعا أنا هتكلم في الحوار ده كله في حلقة مفصلة عن دورة الزيت. ودي الطبة بتاع الزغاد بتاع التمويرة برضو، انا كنت بتكلم عنه في حلقة وانا حلل الموتور، هحاول ابقى احطه لكم في صندوق الوصف. هغسل المصفى واغسل الدنيا كده وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. طبعا انا مسكت دي نضفتها اهيت، ونضفت مكان الطبة اللي هو الغطا اللي بيربط في التلات مسامير هنا، ونضفت المسامير ونضفت دي بالهواء. ديت لو ما بتب... يعني انت لو بتدور عليها وما بتشتريها، عايز تجيبها من محل قطع غيار، هاتها جديدة عادي. ما لقيتهاش دي بتتنضف، دي ما فيهاش مشكلة، دي بتتنضف. غير الفلتر اللي هو الكرتون ده، الفلتر بيتغير، الفلتر ما بيتنضفش. عشان تبقى واصلة للناس كويس، الفلتر ما بيتنضفش، الفلتر بيتغير، المصفى اللي بتتنضف. الناس تبقى عارفة الكلام اللي انا بقوله كويس، لان واحد هيقول لي ما طب ما نغيرها. لا ما تغيرش عادي، ما فيهاش مشكلة، هي بتبقى فيها شايلة روايش بتتغسل بتنضف زي ما احنا شايفين كده، بتنضف ديت وبتنضف مكان ما هتقفل. طبعا انا اوريكم ان انا نضفت ازاي. هقفل المصفى دلوقتي، المصفى مش الفلتر. اخش بقى بالراحه كده وبيت المسامير مطرحها واشبطها ان هي تربط بالايد، تشبط كده بايدي بالراحه كده. لان في ناس جابت لي المسامير دي متكسره في فرغه الموتور، ورحت طلعتها في المخرطه ووش كده، يعني وش كبير كتير بصراحه. طبعا انا بوريكم عشان محدش يقول انت ما ورتناش التقفيل ازاي، يعني حد كذا مره حد يقول لي انت بتقطع الحته وانت بتقفل، بيبقى غصب عني ان انا مثلا شغال بايد وبصور بايد. كده المصفى تكون اتشبطت مكانها بالمسمارين بتوعها، وبحرق عليها كويس اهو. مش كويس ان انا اقطم المسامير، يعني يا دوبك كده، لان هي يا دوبك المسامير دي لتثبيت المصفى فقط.
وبيجي الدور على القطعه دي. قطعه طبعا زي ما انا اتكلمت في اول فيديو، الطبه لو السن هنا مفوت القطعه دي بتتغير بتتباع. طبعا وانت بتقفل تتاكد من ان الالسيه ده راكب، الالسيه ده راكب. وبشبط التلات مسامير الثمانيه طبعا. الفيديو ده انا عامله عن تنظيف المصفى، هكمل فيديو في نفس المكنه ديت عن تغيير الفلتر، بس مش هعرف احطهم الاثنين في فيديو واحد عشان الفيديو هيبقى طويل. ويا ريت الناس تدعمنا كده بلايك او بشير او باشتراك في القناه او باي تعليق عندك. عندك اي تعليق مثلا في الشغل اللي انا بعمله ده، علق قول لي فيه كذا، انت عملت حاجه غلط، انت دنيتك كذا، ابقى فاهم ونتناقش مع بعض. وطبعا دي الطبه هي تمسحها كويس. والورده النحاس اللي في الطبه اللي هي دي، في ورده نحاس في الطبه، يا ريت ما تضيعهاش، يعني ما تروحش منك وانت في اي مره وانت بتغير الزيت. وبكده اكون حاجات على الطب اهو. تحريق العقل، يعني انا مش ده الومنيوم. في ناس بتحرق بلومه وبيد قسما بالله بتكسر القطعه دي يا تفوتها. تحريق بيبقى تحريق يا دوبك تكه كده، مش حاجه ان انا احرق وكسر. هي الطبه مش هتحل، الطبه انت لو محرق عليها يا دوبك بس تكه صغيره مش هتحل عمرها الا اذا ان واحد حلها. واتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده عن تنظيف المصفى لتقويه ضغط زيت المكنه، وحاجه بسيطه خالص اهي. ولو الفيديو عجبك زي ما انا قلت لك في اول الفيديو ده ما تنساش تدعمني، وشكرا.